السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هناخد موقع ريكليكس. الموقع موقع ربح مال بتربح منه عن طريق مشاهدة إعلانات ومشاهدة فيديوهات. الموقع ده هنعرف جدول ربح منه، وهل الأفضل إن أنا أسجل فيه وأربح منه ولا لأ، وهتشوفه بنفسه. أول حاجة يظهر لك في الرابط في الوصف أسفل الفيديو الرابط ده، هتضغط عليه هيظهر لك الشكل ده. هتضغط في أقصى اليمين فوق على كلمة التسجيل، لو لقيتها باللغة الروسية، الموقع الروسي أصلا، تضغط على علامة إضافة الترجمة دي وتقول له العربية. لو ما لقيتش اللغة تقول له اختيار لغة اخرى وتختار العربية وتقول له تم، وبين تمام الصح دي تقول له ترجمة اللغة الروسية دائما. خلاص، اول حاجة نضغط التسجيل، هيظهر لك البريد الالكتروني، تسجيل الدخول، اسم اليوزر نيم يعني، بعد كده كلمة السر، وتعيد كلمة السر، وتكتب كلمة التحقق دي اللي هي مجموعة الحروف والارقام دي OFNO37 او ايا كان اللي هيظهر لك، تقول له سجل الان. الموقع هيقول لك، يجيب لك رسالة مستطيل كده، هيقول لك في اسم المستخدم كذا والباسورد كذا والكلام ده، واكتبه في ورقة. والافضل طبعا ان كل المواقع دي انها تكتب اليوزر نيم او البريد الالكتروني كمان، البريد الالكتروني ويوزر نيم والباسورد، وكل ده تكتبه في ورقه في كشكول وتحتفظ بيه، بحيث انك انت لو انت عندك حسابات كتير في مواقع كتير ما تتوهش منه. خلاص، بعد كده بتقول له الدخول من العلامه الخضراء دي. عندي حساب اوريدي فهكتب الكباتشا على طول، هقول له لياتي. دلوقتي بيقول لي هو هيفتح معاك بالشكل ده. في حاجه اسمها رصيد الاعلان ورصيد السحب. رصيد الاعلان ده لو انت هتعلن عن موقعك او الفيديو بتاعك. رصيد السحب ده اللي يهمنا، ده اللي انت هتسحبه بالفعل، اللي هو ده الرصيد الفعلي اللي هو 9 سنت. طبعا دولار، اللي ما يعرفش الدولار بيساوي 100 سنت. بعد كده عايزين دلوقتي نسحب مثلا، هتضغط على ايه؟ تضغط على، شايفين تحت كلمه الرصيد الرئيسي كلمه سحب، تضغط عليها سحب. بعد كده بيقول لك حدد محفظه واحده على الاقل في الاعدادات. الاعدادات عن طريق ايه؟ تنزل تحت في اخر حاجه بالظبط هتلاقي الاعدادات، هتضغط على كلمه الاعدادات. بعد كده عندك محفظتين، محفظه كيوي ومحفظه ياندكس، هتشوف اي محفظه فيهم وتدخل حسابك فيها وتكتب كلمه المرور الخاصه كليكس وتقول له حفظ. خلاص، بعد كده بتدخل بقى ازاي عايزين نربح من الموقع. تربح منه عن طريق كذا حاجه. اول حاجه مواقع التزحلق او سيرفنج سايت او خدمه المواقع بمعنى اصح. كان في طبعا مواقع كتير. الموقع ده عباره عن شريط، شايفين الشريط الازرق ده يعتبر موقع. ده بيقول لك الموقع ده شافه 54124 واحد، السعر الخاص بيه 0.015 يعني 1 سنت، مش 1 سنت، 1 من 100 روبل. تمام، يعني مش جايب 1 روبل حتى، 1 من 100 من روبل. وغالبا اقل حد للسحب هو 1 روبل، بس هو مش مكتوب في الموقع صراحه. انت عشان تكسب من الموقع هتضغط على اي اعلان من دول، هتضغط على اي حته في الشريط الازرق ده. بعد كده بيظهر لك عدات ثواني في اقصى اليسار في الاسفل، من 10 ثواني وانت نازل. بعد كده بيجيب لك ثلاث ارقام بتكتبهم، 6 مثلا، 7 7، بنفس الترتيب، بتقول له اذهب الى، وكده يبقى انت حليت الكباتشا. هنقفل الصفحه دي، بعد كده بنشوف غيرها ونفتحه، برضو 10 ثواني. عباره عن موقع انت بتتصفح لو حابب تشتغل فيه، هي 382 382، كده انت حليت الكباتشا. هنقفل الصفحه دي وهكذا. خلاص، عايز تروح للصفحه الرئيسيه بتقول له على كلمه الحساب. طيب، في حاجه ثانيه نكسب منها الموقع؟ في حاجه اسمها تصفح لافته، عباره عن دي اعلانات، اللي هي الاعلان ده والاعلان ده والاعلان ده والاعلان ده. بس بتضغط بقى على العلامه الزرقاء اللي هي راء دي، تضغط عليها. بعد كده برضو بتحمل لك صفحه نفس القصه بالظبط، صفحه فيها موقع، في عدد ثواني في اقصى اليسار في الاسفل. عدي العداد هيكتب لك ارقام هتكتبها، وبكده هتحل الكباتش. هنا 8 1 2، نقول له اذهب الى، بعد كده بنشوف واحد غيرها. شوف دين، حل الكباتشا. كده حليت كل حاجة. نشوف مشاهدة فيديوهات، مفيش اي فيديوهات. هنا لو اضف اعلان هتضغط عليها، بتضيف اعلان خاص بك انت، بتكتب عنوان الصفحة الخاصة بيك ورابطها وعرض التنسيق، استعملوا ايه الاعلان، عايز عدد مشاهدات للاعلان قد ايه والكلام ده. خلاص، بعد كده نضغط على موقع التزحلق تاني. هو فاضل اعلان واحد هنشوفه عشان نشوف نقدر نحكم على الموقع. الموقع ده احنا عملنا كده كل اعلاناته، كل المواقع التزحلق والفيديوهات وكل حاجة شفناها. دلوقتي هنحكم عليه ونشوف بقى هل هي يعني مفيد اللي احنا نشتغل عليه ولا لا. خلصنا ده، ندخل على الحساب، نشوف احنا رصيدنا كام. رصيدنا 18 سنت تقريبا، 18 سنت. طيب دلوقتي 18 من 100 روبل، بس يعني مش محصل حتى 5 قروش بالمصري. فطبعا الموقع ده يعني هتعمل 5 قروش في اليوم، يعني في الشهر هتعمل كام؟ جنيه ونص. فطبعا ما انصحش ان حد يشتغل على الموقع. موقع زي ما انتم شايفين احنا خلصنا كل الحاجات اللي فيه، شفنا موقع التزحلق وشفنا مشاهدات اليوتيوب وشفنا كل حاجه، ومش جايب الا 18% من الروبل. الدولار بيساوي 72 روبل بعمله اليوم. خلاص، فطبعا مش هينفع خالص انك انت تشتغل على الموقع ده، عشان هو مش جايب همه انك انت تشتغل عليه. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اعجاب الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.